الاخرين. وهذا كما نقول لك باش نشجع الشباب اللي لا يسمعوا فينا ان شاء الله. هذا تروادي والله ما قريته. الله يبارك. والله ما قريته وانا نعرفه، كانت عندي اراده، حبيت ندير بعض المنتوج كما نقول لك المشاهد شاف بزاف دراما، حبينا نعطيو له اون نوفوتي، حبينا نعطيو له اون نوفوتي، حاجه يشوفها كما يشوفها فوالا، حاجه في الساينس فيكشن، حاجه في الفانتاستيك، حاجه اللي راح تكون اوموا كي نشوفوها حنا في الجزائر. قال الحمد لله سواء دارها حما سمير ولا دارها اكس ولا ايغراك، حنا نفتخروا بالاعمال هذه. اي انسان ماذا بينا نشوفوا حاجه طروادي، حنا كي كنا نشوفوا باغ اكزومبل تاع عاشور العاشر لو دراغون صافي بليزير نشوفوا خدمه كيما هذيك، حاجه جديده اللي دارت ما عليناش. كانت عندي هاد القصة ودرت بيان سور، حكيت مع المنتجين اللي داروا هاد الافلام اللي جازوا في رمضان، ان بروديكتور الى دروا دو سافوار لو سينوبسيس سي كوا ليدي. وانا الحمد لله ما كانتش عندي الفكرة للاسف الشديد، كان عندي سيناريو ودرت فيه فواياج فيغ لو تون، وللاسف الشديد هاد اللي داروا الانتاج هذايا لي دروا بروديكتور شفت الفكرة تاعي داروها الفواياج فيغ لو طون، داروا هذه الفكرة هذيا ما كنتش نستنى فيها. كاين بعض الممثلين قال لك سمير فوالا رانا شفنا الخدمة تاعك، قلت ما شافش الخدمة، داو للفكرة وانا قلت لهم الفكرة فواياج فيغ لو طون ماشي هذيك هي اللي راح ندير بها لو بوز، باسكو انا الفواياج فيغ لو طون كان عندي باللي الجيني يخرج في القصبة، نعرفوا القصبة تاعنا طونك جيني دخل العالم خير الدين، ومن بعد الجيني قالو جيني هذايا بقراجي يديه العالم تاعو فواياج ان اوتر موند. تما اللي انا كنت باللي كتبت سيناريو فيه مغامرات راح يكون منتوج فيه ليكستيريور بلوس كو لانتيريور، فوالا ونلعبوا على البيزاج، نلعبوا على الطبيعه القلبه تاع بلادنا باش نعرفوا. حبينا تدخل السياحه في المجال الافلام هذوما، ماشي غير دو دوكيومونتير ولا دي زيميسيون، حبينا ندخلوا السياحه لازم ندخل في المجال تاع الافلام. وانت بما انه راه كيما قلت باللي السيناريو ديالك وباش نقولوا للناس اللي يشوفوا فينا ايضا انه السيد حمال سمير هو سيناريست، دونك تكتب ومن بعد يصححها ولا يعاود يشوف الخدمه تاع سيناريو ان سيناريست اللي متمكن من هذا العمل. علاش اسمحي لي نسرين، باسكو كي كنت نكتب نحب يكونوا افكاري، ما نقدرش نكتب افكار ومن بعد نقول لك هاك كمخرج فالي ديبويي بدا خرج لي، نكتب ديالوج هكذا، نكتب لو ديالوج على حساب الفكره تاعي، ومن بعد هذا ماهوش كتاب قران ما نقدرش نبدلوه، ومن بعد يقعد لو ديالوج السبيشاليتي تولي الممثل. ربما يقرا الممثل ديالو اذا عجبه قال ما شاء الله، ما عجبوش قال يا سمير ولا يا استاذ نقدروا نبدلوا شنو هو البديل تاعو، عندي فكره هاي ليك هاي ليك ليسونسيال ما نخرجوش، يعطيك هو يعطيك لو ديالوج. بالك انت راك مع الممثل اللي يدير لامبروفيزاسيون، يقدر باش يكون على حساب هذاك بالك يعطيك ما خير، ما نغلقوش ما نقولوش شنو واش كتب تقرا، لا ماهوش قران، نعطلو نفتحوا المجال. اعطيني ابدا اقرا على السيناريو هذا، بصح انا احنا للاسف الشديد وقت نسرين باسكو احنا كنت مع منتوج لي بروديكتور ولا بعض الممثلين كبار، احنا كي نقولوا رانا نتعلموا كاين الناس اللي تاخذها من باب التواضع، باسكو الفن هذا ولا الثقافه سيت ان موند فاست سيت ان موند ايمونس، عالم كبير. كي يقول لك داكور وكان اللي تقول له راك تعلم للاسف الشديد يقول لك انت ما تعرفش. هو سيتادير هنا في الخدمه هذه اللي حبينا ان شاء الله تتوسع، حبينا تكون حاجه جديده اللي نشوفوها في التلفزيون الجزائري او في القناه القصه والقناه العموميه. دوكا كاين لا شونس باسكو كاين ماشي كيما كنا زمان ولا في العشيه السوداء كانت غير التلفزيون العمومي، دوكا كاين قنوات اللي تقدر ان شاء الله تعمل معاهم. وعلى سيره القنوات الخاصه كان ليك كيما قلت سبق وذكرت تعامل سي عبد الحليم مع قنوات خاصه، كيفاش كان التعامل ديريكتومون مع القناه ولا بروديكتور كيما قال سي سمير، ولا كيفاش كان التعامل؟ كاينين اللي كانت مع القناه ديريكتومون وكاين اللي لا
كاين اللي كنا نخدموا مع احنا جينيرالمون كنا نخدموا مع المنتجين منتجين بريفي ومن بعد هما يدبروا راسهم مع القنوات مع المناشي، وكاين اللي تعامل ديريكتومون مع القناه مثلا كيما هذيك تاع لغز الجريمه اللي تعاملت مع القناه ديريكتومون. دونك الطرح تاع التمثيل ولا كي يعيطوا لك على اساس انها القناه هي اللي تعمل انتاج هذا. نعم. وعملت كما قلت لك انا شفت برك هذيك الحلقه اللي عملت فيها هذيك الراجل اللي قتل روحه وقتل ضرب مرته. اسم الحلقه هذيك لعنه امراه ما عجبتنيش، يعني الاسم لعنه امراه ما عجبتنيش، مي بصح معليش لعنه امراه واش معناتها؟ معناتها شغل كي هي في الحقيقه ربي هو اللي يلعن ماشي المراه اللي نقولوا غضب. انا نقولوا غضب امراه بدات تعترب عليك، غضب امراه باسكو زعفت عليك وقلب الدنيا شغل دعات ربي سبحانه وشغل خلصني. دعوه امراه دعوه وحنا للاسف الشديد اخت نسرين سرتو لي تيتر تاع لي فين للاسف الشديد ما عندناش. صح صح ما عندناش. شوف نتحدى كل انسان مكاش اللي يحكي لك سيناريو ويعطيك تيتر كونفيان با ليستوار تاع السيناريو. انا واش شفت؟ انا التيتر عجبني بزاف، لو تيتر اس او اس هذوك الناس. دونك التيتر بزاف عجبني واللي هي بيان جو هذوك الناس معناتها الجنون ايتو. دونك هذا فيلم اخر اللي ثاني هذا مسلسل كانيت مسلسل فكاهي وحنا نقولوا توجور فكاهه باش نهضروا ماذا بينا نتمنى وان شاء الله كي نقولوا سيتياسيون كوميك. حنا كما نقول لك ان شاء الله هذه لينا مني وروح صدير كي نقولوا ان سيتياسيون كوميك ماذا بينا تكون فكاهه يا ناس ما تكونش فيها تمهبيل ما يكونش فيها تبهليل. حنا مالوغوزمون نشوفوا تبهليل هاوليك المستوى تاعنا وين ما عرفناش. ستادير يقول لك انتاج مليح فكاهي كي نشوفوا الرداءه ونشوفوا تمهبل وتبهليل وراي سيتياسيون كوميك نعرفوا باللي سيتياسيون ماشي في الفان. ما تقوليش ضحكه وماكش تحكي لي باش ضحكني نولو بصح. اسكو شارلو كان يهضر؟ صح ما كانش يهضر. اسكو مستر بين كان يهضر؟ كانش يهضر. هاك شوفوا ستادير دي سيتياسيون دي زيدي يضحكونا. Et pourtant, c'est des grands. C'est des grands. Charlot Makash, c'est ça l'association comique. Mais nous savons que le comédien n'est pas dans le cadre. Mais il faut que tu aies une parole ou une parole qui a été un peu de la réflexion, de la réflexion. Mais au moins, tu as une blémia dans l'association comique. Et nous avons une chose qui nous a dit que l'association comique va être chauffée. Et nous avons une chose qui nous a dit que nous avons vu التلفازه الجزائريه والمسلسلات مازالهم يخلطوا العائلات. يدير لك في العائله الاخت وهرانيه الاخ عنابي هنا ويقول لك الاحترافيه وراهم الاحترافيه. صح هذا يرجع اللي قاموا على الكاستينج لازم بيان سور وحتى المخرج وحتى كامل اللي مقيمين على هاد البروجي هذا لازم يكون عندهم لافونسيون ولا التفكير اللي راك تفكر به السيد حمر سمير. باسكو في اللهجه الله غالب حنا اللهجه تاعنا اللهجه ما بالك في مصر عندهم بالك مصري هذا شكون اسكندريه هذا شكون بصح كي تشوفي سي لو ميم لونغاج صافي با دير انا نشوف وهراني بين وهراني بصح الله غالب لونغاج ديالو يزلق على بالك باللي حيقول واه ولا ما ندير قراسي يغلط يغلط. مي حنا هذا للاسف شديد مازال وقد ما الناس راهي دير مارك بصح مازال يعاودوا هذه الاخطاء هذوما. مازالهم يقوموا بهذه الاخطاء اللي في العائله وهراني سطايفي باللهجه. هذا على بالك ناتج باسكو كلشي بالمعرفه. مالوغوزمون كلشي بالمعرفه. هي تروح دير فلان دير فلان دير فلان. تظن انه المنتج ولا المخرج يريسكي بالخدمه تاعو على جال شغل فلان وفلتان ابل من الفوق ولا من تحت ولا باش يقولوا فوالا مالوغوزمون وي كاين سي بور سا انا نشوفوا كاين انا ما فهمتش بعض الناس يديروا الكاستينغ. علاش دير الكاستينغ؟ الكاستينغ ديرو سي بور ديكوفير دي نوفو تالون. خدم ما خدمش ما يهمش شوف هو واش يعطيك. هذا انت راح ما راحش تقولوا سوق طياره هذا فن ديجا يشقي وغاشي والله غير انا يجوني من وهران من قدام بارتو مساكن يشوفوا نشوفهم
مي افوار كما نقول لك لي فيش تاعهم هكذا حاجه اللي ما شفتهاش في الجزائر. عندنا لو سود الصحراء جوسكا بريزون مازال ما شفتش ربي يسامحوا لي من البشره تاع ما نقولوش كحلوش ولا حبينا نحكموا صحاب سود يخدموا في الجزائر ما عندناش ما عندناش دوقا ماذا بينا نشوفوا ام وعائله بلاك عائله من الصحراء تاعنا نحيو كامل الصحراء ومتتبعينا هذيك وراح المشكل يديروا الكاستينغ على فين كونت ما يجبولهمش نشوفوا عندنا شحال من قناه لي ميم كوميديان يلعبوا سبحان الله. وعندي حبسه كاني تو سكو جيرو ماكي اوبتير نشرين بعض الممثلين نهضروا على الاحترافيه بعض الممثلين كيلعبوا انا دوق عبد الحليم ربى الحياه سي ساسو لوك اللي يخدم به يخدم فيلم يخدم بهذا اللوك ويخدم بالفيلم واحد اخر يخدم بهذا اللوك وراه الاحترافيه هنا صح. سبحان الله انا كون نشوفوا لهنا نقول سبحان الله مازال ما خلاش فيلم وبالك لعب خمسه لي فين جازو مي حنا اخويا لعبت نحي لي اللحيه انا صحقت نحي لي اللحيه ومام اللي يقول لك لي كوتشيمي بعض المنتجين يخدموا الكوميدي يخدم بلي كوتشيمي ويقول لك الكوتشيمي انا شفنا بعض الممثلين لعبوا بالكوسيم شفتهم دور تروا فوا في مسلسلات ماشي ما مخرج واحد ماشي لعبوا بالكوسيم وراي الاحترافيه البروبليم تخدم بحوايجك ومن بعد كي تكمل في جينيريك ملابس وي اكسي غاي وي صح سي فري مالوغوزمون ولا غير مالوغوزمون الفن نظن انه لازم بهاد لي زيميسيون كيما هادو ان شاء الله نعاودو نرجعو لونسيون تاع الفن سواء في الغناء ولا في المسرح ولا في التلفزيون ولا حتى في السينما بيان سور نعاودو نرجعو ليك سي العماري عبد الحليم كنت قلت لنا بيان سور انا شفنا بلي لو ريغارد دان انفون كاسبا سيتي دارنا القديمه لغز الجريمه بزاف اشياء ولا بزاف دي بروجي اللي عملتهم اسكو الممثل عنده هذيك يقدر يوفق بين الدراما الفكاهه سما بوليفالون وين تحطو ينجاز وين تحطو يقدر يتقن العمل تاعو هذا شيء صعيب هي في الحقيقة صعيب على كل حال بس هذا هو الممثل الحقيقي اللي يتقمص كاع الأدوار وين تحطو هذاك هو ماشي تعطي له دور واحد هذاك هو اللي يقعد غير في هذاك الدور قاعد يتشبه عنده تاع أوروبيان يدير غير لي فيلم اللي لازم تاع أوروبيان ولا كيما قال لك يكون قال سامير يقول لك يكون أوم دافير يقعد غير توجور أوم دافير لا لعبت اليوم كيما نقولوا أوم دافير اعطيني نلعب كما يقولوا منظف نلعب منظف نلعب هادي نلعب كل الادوار نلعب كما قال لك طلاب لعبت طلاب وبالمناسبه هذيك تاع الطلاب هذيك لعبت طلاب لعبتها حقيقه صح ماشي ما على بالهمش الناس باللي راني نمثل اسمها صح طلبت تاع الصح ماشي في حومتك يا اخي لا ماشي في حومه واحده اخرى خرجنا باش تشوفي الناس يعني يمدوك وراهم الناس اللي زالجيريين يمدوا سبحان الله ما على بالهمش بلي انا نمثلو خرجت قاعد نطلب يا خوتي عطوني عطوني لميت دراهم صح لميت دراهم بيان سور دراهم هادوك ديتهم عند الجامعه برك باش نقولوا يقولوهم يديروا صح يخدموا بالتمثيل ولا دونك لا مديتهم تسمى باش نقول لك برك باللي تسمى شغل اللي يقدر الممثل يدير طلاب يدير اي حاجه ماشي دور واحد برك هي عنده لازم يكون ممثل صح حقيقه متكامل ما جاوبتنيش على السؤال اللي سقسيته لك من قبل وشنو هما الادوار اللي امبوسيبل السيد العماري عبد الحليم يعملهم يلو كان يمدوا لك كاشي ما كاش منه كاع وشو هما الادوار اللي نقولوا باللي يقول العماري عبد الحليم هذا خط احمر ما نقدرش نديرهم هي الادوار كامل ابي اسبيك عبيك ما تسناوش تقول ابي اسبيك هي الادوار كامل نقدر نقتبسهم ماشي مشكل ونقدر نمثلهم مش مشكل الا ان يكونوا الادوار يعني اللي فيهم رداءة يعني مش كاين امور اللي نديروهم ما يوالموش مع المجتمع على المجتمع تاعنا حنا مجتمع اسلامي حنا ما نديروش نيمبورت كوا ما تعطينيش حاجه نيمبورت كوا وتقول لي روح ديرها يمكن بدراهم كبار يعطوني مال الدنيا كامل ماشي غير دراهم كبار مال قارون اللي ما يخلي اللي هو خلاص على كل حال يكون يعطوني هذاك المال كامل ما نخدموش دونك كاين خط احمر عندي ادوار اللي يكونوا محترم فيهم احترام هذا ما كان هذا واش نطلب ماشي حاجه ما تعطينيش حاجه اللي ماشي مليحه على بالي بلي السينما شويه ولا غلط برك صحح لي سمير السينما كاين ادوار شغل كاين دي فيلم
نشوفوا نقولوا اه هذا فيلم ألجيريان، شغل في في واحد اللسان، في واحد واحد الحوايج قلت تقول هذه اكتريس كنت نحبها في التلفزيون كانت تشغل بيان اي تو، شوفهم في السينما بلي شغل خلاص وهذاك القناع يهبط بيان سور هذا تمثيل، لكن كاين المشاهد الجزائري ما يقبلش هذه الادوار. اسكو انت تقدر ديرهم هذه الادوار السينمائيه اللي تكون مسلطه خلينا مدينو كاع الادوار اللي 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 يديروهم يديروهم برسك كامل الممثلين، دونك اسكو تقدر ديرهم؟ ما نقدرش نديرهم. طاير كاين واحد الافلام كاين يلعب فيهم تاع سينما على كل حال، مالوزموس غلطت على كل حال، نورمالمون يلفالي نقرا السيناريو كامل. انا ما درتش حاجه ماشي مليحه في الدور تاعي، في الدور تاعك، الدور تاعي بصح في السيناريو كاين ادوار عيانه ماشي ملاح. عايز مع على جال كي بيان سور انا كي شفت الناس يتشوف تما انت راك تورنيت، ما على بالهمش انا وين كنت ولا وين ما كنت، يقول لك طونك تورنيت معاهم، معناتها كنت معاهم، كنت معاهم ورا سي صا. هذه هي تما انا ما نورمالمون ما ممكن نقرا سيناريو فيه حاجه ماشي مليحه في سيناريو داخل ما في جهه واحده اخرى في حلقه واحده اخرى ولا في دون ماشي سان واحده اخرى، سان واحده اخرى باش اكسبت با داكور. كيكون الفيلم ديجا اصلا عاش كما قال لك سمير حمر لازم اعطيني السيناريو نقراه من الاول للاخر. وتلقيت انتقاداتهم بعد بعد ما درت هذا الدور وكان ادوار شغل شويه عيانين ولا بزاف عيانين، اسكو تلقيت صدى ولا زعما جا واحد ولا ستوم لا فامي اللي عسوك؟ ما تلقيتش لانه علاش؟ باسكو ديروهم في السينما، ديروا في السينما كوم افون بريمير كوم عفسا، هكذا في السينما ما ديروهمش في لا تيليفزيون، ما يديروهم وي باسكو السينما ما يديروهمش ما يديروهم. سي بور سا ما تلاقيتش تسمى ما كانش عندي دور كبير باش الناس تعرفني كامل، باسكو نخرج على برا ما يعرفونيش الناس، شكون اللي يعرفوني؟ يعرفوني جيراني وفاميلتي اكسيتيرا. ونشوفوا انه السينما بيان سور حنايا مالوغوزمون كو سوا السينما ولا المسرح الشعلة تاع المسرح والسينما راهي تطفى بلاقل 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 بلاقل، دونك ما عندناش هاد الثقافة تاع عند ولادنا نشوفوا فيلم ولا نروحوا نشوفوا مسرحية ولا مالوغوزمون الوغ لا مسرحية اكزاكتومون الوغ لا مسرحية، دونك ما عندناش هاد الثقافة. يسمى ان شاء الله حنايا بهذا كيما قلت بهذا البرامج كسوا في مجمع النهار ولا في راديو شمس الجيري نعاودوا نرجعوا ثقافة المسرح لأنه الشعر تاعها وحده ميم السينما كي تشوف في الدار وكان يجيب لكم ماكا بلازما كيما لهم ورانا ماشي كيما تكون في قاعه سينما وهذيك الرويحه هذيك ممكن. انا عمري صغير دونك ما حضرتش هذوك الايام هذوك، لكن على بالي بلي عندها رويحه، عندها كيفاش حس واحد اخر خير ميل فوا ما تكون بالدار. انا نشفى كنا نروحوا للسينما تعرف تنمو نحبوا السينما وكذا كنا نروحوا ما كاش بلايص ندو معنا بيد نتاع الزيت هذوك بيد نتاع الحديد باش نقعدوا، المهم نشوفوا افلام نشوفوا افلام مالوزمون اي صغير مام ليبوك خويا عبد الحليم باش ما كانش عندنا القنوات واللي بارابول اي تو صغير كانت التلفاز بدا على الخمسه خويا العزيز بدا على الخمسه صغير السينما فريمون يافي ان شارم ديجا خلاوها كيما نقول لك خوتنا الكبار صغير اللي كانوا يدخلوا بالبري تاع 3 دينار ولا دينار 50 صح دينار صدير من السبعينيات الثمانينيات كانت صح حتى التسعينيات نقولوا 93 مازال شويه الروح تاع السينما مازال البارابول سيرار اللي كان عنده البارابول على ليبوك مي كانت غير التلفزيون والناس كانوا يجيبوا افلام صح انا كنا نروحوا نشوفوها. اذا كان النقطه تاعك الاخت نسرين على الافلام السينمائيه ما يصل يقول لك زعما كي ديري فيلم سينمائي توتي بيرمي ولا ما يكونوش بعض اللقطات بالك ما يجوش الفيلم تاعك. حنا مالوغوزمون بصح كي يديروا فيلم سينما لازم يكونوا فيه بعض اللقطات. هي لازم نو؟ هما يحبوا لازم لازم يقول لك يكونوا فيهم بعض هذا في السينما. هما قال سينما يشوفها غير الجمهور افون بريمير ولا مي حنا دي فوا يقول لك الكوميسيون دو ليكتور انا كي ديت القناه العموميه يقول لك لازم نقراو كوميسيون دو ليكتور يقراو لك السيناريو اسكو فيه كلام ما لازمش ينقال اسكو فيه بوليتيك سيرتو بوليتيك. حنا انا الهدف تاعي ما نخدمش السياسه انا الهدف تاعنا نهضر على عليا انا الهدف تاعي هو نحقق الميساج للشعب كوميك حاجه كوميك ضحك وسياسه خطينا سياسه هاي بعيده علينا. مي اذا تقرا انت سيناريو جوز في لجنه القراءه تقرا سيناريو
ومتحوش باللي ما فيهش الفاظ. بصح حنا كي نشوفوا التلفزيون نشوفوا امور ما لازمش تنقال تنقال اكزاكتومون. وحتى للاسف الشديد للاسف الشديد حتى اللباس مالوغوزمون وين حتى اللباس حتى اللباس. انا نعطيك اكسبيريونس ولا غير خدمت وخدمت معي ممثله ما نكذبش عليك لبست لباس وانا قلت لها واحد مثلي قلت لها رايت مثلي قول لي المراه تعطيك حاجه طويله تلبسيها مصاب اكزاكتومون باسكو هذا المنتوج. احنا عائله محافظه ولو تكون رانا 41 مليون ولو صح. تكون في 41 مليون عائله واحده نخموا على هذيك العائله لازم الميساج امام المنتجين ولا المخرجين احنا رانا جزائريين واش نشوفوا برا شفتوا انا بصح هو حنا نشوفوا تلفزيون راح نشوفوا كامل العائله باين العائله. انا كي نخرج برا نشوف العجب ما يهمنيش النظره تاعي بصح ماشي مع عائلتي ماشي مع اللي باش نشوفوا انا برا ماذا بيا ما نشوفوش في التلفزيون مع بابا مع يما ولا مع اختي ولا مع مرتي. لازم تدخلنا هذه الثقافه نحبوا ولا نكرهوا رانا كما نقول لك اسره مسلمه واسره محافظه اون فو يو نو لازم شئنا ام ابينا. دونك لو فات لي العائله ولا خيرت ان القناه كسوا قناه ديالنا ولا نحترموا هذيك اللمه وهذيك الدخله تاع الديار كيما نروحوا ضياف عند الغاشي عندنا خصوصياتهم لازم نحترموهم سي لا ميم شوز. التلفزيون هي نافذه ولا حتى الفيسبوك هي نافذه على العالم ولا على العائله الجزائريه. شوفي لو شان بارك سمحي لي اختي نسرين كي نقولوا برك الافلام تاعنا القديمه كي يشوفوا هذيك المراه كي تكون بجبه الله يبارك ولا والله غير صافي بليزير والجب ما في الدار اللباس تاع الدار تاعكم تسمى في دار زمان ولا ما نشوفوا على ليبوك كانوا يلبسوا سروال الشرقه الشرقه اكزاكتومون ميم البنات تاع 17 ولا 18 هذوك الجبه مي صافي بليزير. حنا دوكا كي راهم يديروا للاسف الشديد ما نقدرش نشوفهم اكشوالمون دوكا والله ما نقدر نشوف البرامج مع مرتي ولا مع عائلة تاعي العائلة ديالك مالغوص حتى في اللباس تاع الليل اللي باتوا في هذه غير لا صراحة غير لا صح 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 تبغي ها هو المشكل. ان شاء الله بيك سمير حومال نشوفوا افلام ولا مسلسلات يكونوا يدخلوا عائلة جزائرية بدون اي تابوهات. نروحوا نسمعوا مقطع موسيقي مع المايسترو ديالنا حميتشا من اختيارك. حميتشا البارح برومينا لهم نديروا لهم اغنية جلطي جلطي حبيت انا نكبر معاك دبر راسك لازم تيليشارجيها حميت شان سمعها مع بعض. خيرنا مقطع موسيقي قبل ما نسمعوا جلطي بيان سور انا معكم حتى الساعه الثانيه.